رح سلم حالي، اخذت قراري بس مو هلا. لا تواخذنا، يمكن كان لازم نتصل فيك ونسألك. مين خبرك اني عايش؟ سر المهنة. كيف لقيتوني؟ مستحيل تعرفوا اني بالمشفى، مين اللي دلك؟ نحن اللي بنسأل الأسئلة وانت شغلتك تجاوب. اصبر. فهمت وانتو شو عم تعملوا هلا؟ انا رح اختفي، عصمت هون حيتصرف. ماشي جب. شو صار؟ ما في شيء، مشكلة بالجمال. كأنه مشكلة كبيرة؟ يا الله حسستك مزعوج. يلا بسرعة بسرعة. لا تستعجل متحف، لسه في عنا وقت كتير. هنون متحف، شو عم يصير؟ ايديكم وانزلوا من السيارة. وقف عندك ولا حركة. انزل بسرعة. يلا انزل، انزلوا من السيارة. انزل من السيارة. انزل زين عندي لشوي. يلا اتحرك. نزل المرة كمان. تفضلي معنا اذا بدك. يلا امشي متحف. تعي معنا. فوتوهم لجوا. يلا تعي. لا تخاف يا حياة، فوت لجوا. عصمت المعلم انمسك، تصرف. شو عم تقول؟ ليكون كذب. وصلتني رسالة. فرقوا فورا. وإذا ما أجاك خبر مني أوعى حدا يظهر. طيب ماشي. واقف على اليمين. شوفي. رح نفترق. كيف؟ حاج تحكي من زين. اسمع، خبي الرجال. ماشي؟ ماشي. قلن يسكروا البيت ويتخبوا، وأنتوا تخبوا بأي مكان. واستنوا خبر مني. ماشي معلم. يلا يا سبع. يا معلم عصمت. وانت لا تبين بنوم، واذا صار شيء قلن ما بعرفه. طيب انا شو اعمل؟ بس قلي. ما تساوي شيء، بس دير بالك. بس انا